شيخ الأزهر يؤكد أن العولمة لا يمكن أن تكون حلاً لعلاقات التربص المتبادلة بين الشرق والغرب. السيسي يلتقي اليوم بوفد الصداقة بالبرلمان الفرنسي لتعزيز التعاون بين القاهرة وباريس. وفي نشرتنا نناقش أيضاً في معركة الفلوجة القوات العراقية تحرر قضاء الكرم من قبضة داعش. الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، نشرة الأخبار من النهار اليوم، أهلا بحضرتكم. والبداية من باريس، حيث أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن العولمة لا يمكن أبدا أن تكون حلا لعلاقات التربص المتبادلة بين الشرق والغرب، وذلك خلال كلمته في الملتقى الثاني لحكماء الشرق والغرب. وفي الشأن الفلسطيني، طالب شيخ الأزهر العالم بالتصدي لمحاولات تغيير هوية المسجد الأقصى المبارك وبحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا. تلزم مطالبة العالم أيضا بالتصدي لمحاولات تغيير هوية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى المبارك وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا، لأن حل هذه القضية لأن حل هذه القضية في نظرنا هو مفتاح المشكلات الكبرى التي تعيق التقاء الشرق بالغرب وتباعد ما بين الشعوب وتؤجج صراع الحضارات. هذا واتفق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على عقد مؤتمر عالمي للسلام واستئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان. جاء ذلك بعد قمة تاريخية هي الأولى من نوعها بالمقر البابوي، حيث التقى البابا فرانسيس شيخ الأزهر في لقاء وصفه المتحدث باسم البابا بالودي جدا، استغرق نصف ساعة وتم خلاله التطرق إلى السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب. ويؤسس اللقاء التاريخي فرصة للمصالحة بين المؤسستين الدينيتين بعد 10 سنوات من التوتر على خلفية تصريحات للبابا السابق بندكت السادس عشر ربطت بين العنف والإسلام. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفين الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر. يعني فضيلة الشيخ، ما أهمية هذا الملتقى بالنسبة للأزهر وللإسلام بشكل خاص؟ تقصد الملتقى باريس ولا الفاتيكان؟ نعم، لا، ملتقى باريس. أي قطعا هو في غاية الأهمية كما وضح من خلال كلمة شيخ الأزهر، وهي البحث عن السلام والتلاقي بين الشرق والغرب وشعوب العالم وبيان رأي الإسلام الصحيح في القضايا الآنية والقضايا التي تعاني منها البشرية. أعتقد أن رسائل وكلمات شيخ الأزهر واضحة في سعيها إلى السلام بين الأمم والشعوب والبعد عن كل ما يجلب على الناس الشرور. نعم فضيلة الشيخ، يعني أهم الرسائل التي حملتها كلمة الشيخ الطيب خلال المؤتمر. هي رسائل سلام بكل ما مضامينها ومحتوياتها، ويعني أعتقد أن الشيخ الأزهر أراد أن يوصل للجميع كما هو دائما في كل كلماته رأي الإسلام الصحيح في القضايا الصعبة ورؤيته لكيفية التغلب عليها وأهمية التلاقي بين كل مكونات العالم الذي أصبح كالقرية الصغيرة الآن ولا يمكن أن تهنأ ناحية منه وناحية أخرى تعاني من مشكلات. هذه هي رسالة الأزهر وهذه هي رسالة الإسلام إلى كل من يتحدث إليهم شيخ الأزهر، وأعتقد أنها يعني تستقبل بترحاب كبير كما حدث هنا في الفاتيكان وأيضا في باريس.
نعم فضيلة الشيخ، يعني نشاط الأزهر خلال الفترة السابقة ظاهر جدا لكل الأشخاص ولكل الناس أيضا في محاربة الإرهاب وإحلال السلام في العالم، ولكن يعني فضيلة الشيخ لا يزال هناك اتهام واضح في أي عمل إرهابي أو قبل أي عمل إرهابي أن يوجه الاتهام إلى المسلمين. إذا يعني ما هي الإشكالية هنا؟ هل خطاب الأزهر أيضا يعني يكون موجها للحكومات وليس للشعوب؟ أبدا، هو موجه للشعوب، ولكن خطاب الأزهر ينغص عليه بخطابات أخرى تشوه صورة الإسلام، وهذا ما يعمل الأزهر الشريف على علاجه وتصحيحه في أذهان الحكومات والشعوب. عليهم أن يعرفوا رأي الإسلام الصحيح من خلال المسؤول عن المؤسسة الكبرى عن الإسلام السني والإسلام الوسطي في العالم، وهي المؤسسة التي تعنى بشأن الإنسان كإنسان حتى ولو لم يكن مسلما. هذه هي الرسائل التي وجهها شيخ الأزهر، وما يعرقلها على الأرض هو ممارسات الجماعة التي تتبنى ظاهرا الإسلام وتدعي أن ما تقوم به من تعاليمه وهي ليست كذلك. نعم، طب ماذا عن لقاء الأمس مع الرئيس الفاتيكان؟ يعني هل تم تحديد أي تفاصيل عن المؤتمر الدولي للسلام وماذا سيكون فيه من مناقشات؟ يعني أنا هنا لازلت في روما، والحديث الإعلام الإيطالي والاهتمام من الفاتيكان ومن كل الدوائر المسؤولة هنا كما سمعنا منهم أنه غير مسبوق، ولم يعهدوا هذا الزخم وهذا الاهتمام بأي زيارة من الزيارات التي تمت للفاتيكان من أي شخصية كانت زارتها، وهذا دليل واضح على أثر الزيارة و يعني ملائمة الوقت والظرف لما قام به شيخ الأزهر الشريف. أما عن المؤتمر فقد تم الاتفاق بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على عقد المؤتمر، وهي فكرة شيخ الأزهر الذي طرحها على البابا، فرحب بها ترحيبا شديدا، واتفق على أن تعمل لجان الحوار التي تستأنف عملها على كيفية عقد هذا المؤتمر الذي تدعى له كافة الديانات وكافة من ينتمون إليها إلا من تلوثت أيديهم بالدماء ورفعوا السلاح على المجتمعات. هذا المؤتمر شيخ الأزهر يرحب بعقده في الأزهر الشريف، ولكنه ليس مصرا على ذلك، وإنما ما تنتهي إليه لجان الحوار وتستقر عليه من عقده في أي مكان، الأزهر مستعد للمشاركة فيه مع الفاتيكان ليحقق رسالته، ولكن نتوقع طالما أنها هي فكرة شيخ الأزهر وأن الأزهر مستعد لاستضافته أنه سيكون على أرض مصر إن شاء الله. إن شاء الله. يعني فضيلة الشيخ عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفد الصداقة الفرنسية بالبرلمان الفرنسي لبحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث إقليميا ودوليا. كان وفد البرلمان الفرنسي وخلال زيارته إلى مصر قد أكد على أن وجود أعضائه في مصر في هذا التوقيت جاء دعما لأسر ضحايا حادث الطائرة المنكوبة وتوطيدا للعلاقات البرلمانية بين البلدين، وشدد الوفد الفرنسي على أهمية عودة السياحة بين البلدين. كما يلتقي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم بوفد البرلمان الفرنسي الذي يزور مصر حاليا، ويتناول اللقاء عددا من القضايا على الساحة الدولية حاليا. وعقب هذا اللقاء يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن أصول الدولة المستغلة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى اجتماع مع جمعية الصداقة المصرية الفرنسية. قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة ستتعاون مع لجنة السياحة بالبرلمان لتدشين سياحة لذوي الاحتياجات الخاصة
للمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية في مصر، موضحا أن هذه النوعية من السياحة تدر دخلا جيدا للدولة المصرية في المستقبل. وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن اللجنة ستتعاون مع لجنة السياحة في إعداد مشروع قانون جديد لسياحة لذوي الاحتياجات الخاصة يراعي متطلباتهم الخاصة. قال الكابتن طيار هاني جلال كبير طيار مصر للطيران سابقا والمحقق الدولي في حوادث الطيران إن محتويات الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت يوم الخميس سيتم تحليلها في مصر إذا عثر عليه سليما. وأضاف جلال أنه سيرسل الصندوق الأسود للخارج لتحليله إذا تبين أنه قد أصابه التلف. من جهته قال إيهاب محي الدين رئيس الشركة الوطنية المصرية لخدمات الملاحة الجوية إن المسؤولين المصريين تمكنوا من رصد الطائرة لمدة دقيقة قبل تحطمها، ولكن لم تفلح محاولة الاتصال بطاقمها. وتنضم إلينا مراسلتنا مي عدلي من مطار القاهرة لتطلعنا على آخر التفاصيل حول الطائرة المصرية المنكوبة. إليك مي. مساء الخير عليكم جميعا بالاستوديو. يعني بمطار القاهرة ذهب عدد من أهالي الضحايا إلى الفندق المخصص لهم الذي خصصته وزارة الطيران المدني للأهالي منذ بداية الحدث. ذهبنا إلى هناك ولكن للأسف لم نستطع الوصول إليهم أو الدخول. هناك يعني يتم الكشف عليهم وأخذ عينات من الدم لعمل كشف DNA لمعرفة أشلاء الضحايا وتطبيقهم يعني ومعرفة إذا كان هذه الأشلاء لأي أسرة من الأسر حتى يتم دفن يعني هذه الأشلاء لتسليم أهالي الضحايا. حتى الآن كان هناك عملية كشف ولكن الضحايا أو الاقتراب منهم بسبب الحالة النفسية قمنا باحترام ذلك. كان هذا هو الوضع في مطار القاهرة. نعم مي، شكرا جزيلا لك. مراسلتنا مراسلة النهار اليوم من مطار القاهرة أطلعتنا على التفاصيل الجديدة في حادث الطائرة المصرية، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. قوات الأسد تقصف داريا والمعارضة تهدد بالانسحاب من التهدئة وموسكو تقترح وقف القتال 72 ساعة. ولكن بعد فصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد إلى العراق، حيث أعلن قائد عملية تحرير مدينة الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي عن تحرير قضاء الكرمة الشرقية الفلوجة بالكامل. الساعدي أضاف أن العشرات من مسلحي تنظيم داعش قتلوا خلال العملية وأنه يجرى حاليا تطهير القرمة من الألغام والعبوات الناسفة وتأمين البيوت الملقبة. ويأتي هذا التقدم ضمن عملية تحرير الفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق، وهي أول مدينة سيطر عليها داعش في يناير عام 2014. عبرت الأمم المتحدة عن قلقها على مصير نحو 50,000 شخص لا يزالون في الفلوجة مع بدء المعارك بين القوات العراقية ومسلحي داعش. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن المنظمة تتعاون مع منظمات إنسانية محلية لتقييم الاحتياجات ونمط حركة المدنيين، وشدد على أن المدنيين يواجهون خطرا شديدا في محاولتهم الفرار من المدينة، داعيا إلى توفير ممرات آمنة. وموضحا أن إحدى المشكلات الرئيسية أمام المدنيين النازحين هي درجات الحرارة المرتفعة وخطر الإصابة بالجفاف. The international community has actively re-engaged in pushing for a political settlement.
وللتعليق ينضم إلينا هاتفيا عبد المطلب أو السيد عبد المطلب النقيب الكاتب والمحلل السياسي العراقي. يعني سيد عبد المطلب، التصريحات التي جاءت من المسؤول عن عملية تحرير الفلوجة حتى الآن أن هذه العملية تسير بوتيرة جيدة جدا حتى الآن وأنها أفضل مما توقعوا، إذن هل تعتقد أن العملية ستسير بنفس الوتيرة أم هناك بعض النقاط من الصعب أو صعبة ممكن أن يواجهها الجيش العراقي في تحريره للفلوجة؟ التصريحات الرسمية الحكومية تشير إلى أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة جيدة، وخاصة بعد أن تم تطويق مدينة الفلوجة من كل الجهات وبدأت القطاعات تتحرك باتجاه الفلوجة، وهناك معارك في قضاء الكرمة المتاخمة إلى الفلوجة، واستطاعت هذه القطاعات السيطرة على معمل الإسمنت وبعض المواقع التي في منطقة الكرمة. إلا أن دخول القطاعات العسكرية إلى مدينة الفلوجة حتى هذه اللحظة لم يتم، حتى حيث أن القتال في أطراف مدينة الفلوجة، ولكن هناك قصف شديد على مدينة الفلوجة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والمدفعية العراقية من أجل إخضاع أو إرباك خطوط الدفاع تنظيمات داعش وقاتلي داعش في داخل المدينة. والمدينة الحقيقة تعاني الآن من الحصار السابق ومن القصف العسكري الذي يتم في هذه اللحظات عليها، حيث هناك مدفعية وصواريخ وراجمات تقصف المدينة بشكل مستمر، والخوف الآن هو على الأهالي الذي يتراوح عددهم من 50,000 إلى 70,000 مدني في داخل المدينة، رغم أن القوات العراقية أكدت أن هناك ممرات آمنة لخروج هذه خروج المدنيين، إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلا عائلتين أو ثلاثة من المدينة، حيث أن داء تنظيم داعش مع العسكريين التابعين للتنظيم الإرهابي أيضا يطوقون المدينة من الداخل ويمنعون خروج الأهالي من خارج المدينة، ولذلك نجي الخوف الآن وكذلك خوف المنظمات الدولية هي على المدنيين في داخل المدينة. أما المعارك حتى الآن لم تبدأ، ولكن هناك تخوفات كثيرة وخاصة الخوف في بعض التصريحات من خروج المدنيين من المدينة ووقوعهم تحت سيطرة الميليشيات التي تتطوق المدينة عن بعد كيلومترين أو ثلاثة، وهناك راجمات أو صواريخ تقع على المدينة الآن وهي تحمل صورة النمر الإرهابي الذي أعدم في السعودية، وهذا يشكل هاجس خوف بالنسبة لأهالي المدينة وبالنسبة للمناطق المحاذية لمدينة الفلوجة. إذن المعركة الحقيقية لم تبدأ بالساعة الصفر، بدأت ولكن القطاعات حتى الآن لم تدخل مدينة الفلوجة، ولكن ستكون حسب تقديرنا معركة كبيرة ومعركة قوية، حيث داعش يسيطر على المدينة كما أوضحت من 2014، وحقق كثيرا من المتاريس والمناطق التي يتخندق بها، إلا إذا حدثت مفاجأة كما حدثت في مدن أخرى أن ينسحب المقاتلو هذا التنظيم الإرهابي من إحدى الأطراف إلى مناطق أخرى ويتركون المدينة، وهذا ما يبعد عن المدينة عملية الدمار، رغم أن هناك تصريحات معاكسة صدرت من بعض الجهاز بأن هذه المدينة ورم داعشي ورم سرطاني موجود في العراق لابد من استئصاله. نعم سيد عبد المطلب، عذرا للمقاطعة، ولكن يعني بخصوص نقطة المدنيين المحاصرين في الفلوجة، هذه النقطة، هل المدنيين المحاصرين في الفلوجة بالتقريب نريد أن نتعرف على عدد السكان في هذه المدينة بالتحديد لو لديك علم؟ العدد يتراوح بحدود 70 إلى 80 ألف مدني. العدد من 70 إلى 80 ألف مدني، وأكثرهم من النساء والأطفال،
والشيوخ، وهناك إصابات كثيرة بين المدنيين. بالأمس قتل بحدود 18 من المدنيين في داخل الفدوجة نتيجة القصف البعيد، ورغم أن الدولة رمت منشورات على أهالي الفلوجة للخروج وحددت لهم منافذ الخروج، إلا أننا كما تعلمون ونعلم أن تنظيم مقاتلي التنظيم الإرهابي يسيطرون على المدينة ومحاورها من الداخل ويمنعون الأهالي من الخروج منها. إذا المدنيون الآن هم بين مطرقة وسندان القصف العسكري والجيش العراقي، وبين ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي. إذا هذا العدد ليس بقليل سيد عبد المطلب، عدد المدنيين المحاصرين ليس بقليل. إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتم تحرير الفلوجة بشك أو في وقت قريب، هل يمثل ذلك كارثة إنسانية من الممكن أن يعني تحدث قريبا؟ نعم نعم، هذا الكلام هو الكلام الصحيح، حيث إن المدينة مطوقة منذ فترة طويلة ولم تصلها المؤن والمواد الغذائية وحتى التجهيزات الطبية، وهناك نداءات من مستشفى الفلوجة أنه نقص في مواد التخدير، حتى عمليات جراحية تتم بدون تخدير. فهذا ما يزيد من محنة المدينة إن لم يتم تحريرها بشكل سريع وتندحر قوات داعش، فالمدينة ستعاني من كارثة إنسانية في هذه المنطقة. نعم، شكرا أستاذ عبد المطلب النقيب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقتل 154 شخصا أمس في هجمات تبناها تنظيم داعش على مدينتي طرطوس وجبلة حيث معقل النظام السوري، كما ندد بسقوط ضحايا في هجمات شنها الجيش السوري على مدينة داريا جنوب غربي دمشق. وكرر بان كي مون دعوته لجميع الأطراف للامتناع عن استهداف المدنيين والالتزام باتفاق الهدنة. المزيد في التقرير التالي. آن الأوان لتلتقط الغوطة الشرقية وبلدة داريا السوريتين أنفاسهما بعد قصف وهجمات لقوات النظام السوري على المعارضة قتل فيها عشرات المدنيين. فبدعوة روسية تدخل الغوطة الشرقية وداريا في هدنة لمدة 72 ساعة اعتبارا من اليوم، لكن ككل اتفاق تهدئة تؤكد موسكو أن طائراتها ستظل تقصف جبهة النصرة. الدعوة الروسية جاءت بعد اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الروسي سيرجي لافروف للضغط على النظام السوري لوقف قصف المعارضة والمدنيين في حلب ودمشق. اتفاق التهدئة الجديد جاء كحجر لضرب عصفورين في آن واحد، من جهة هو محاولة لإنقاذ الهدنة المعمول بها في سوريا منذ نهاية فبراير الماضي بعد تهديد المعارضة باعتبار الاتفاق في حكم شبه المنتهي إذا لم تتوقف قوات النظام عن قصف داريا خلال 48 ساعة. ومن قبله إعلان الفصائل المسلحة أنها غير ملتزمة بالاتفاق الهش إذا لم يوقف النظام قصفه لدمشق. من ناحية أخرى، فالهدنة فرصة لإصلاح الوضع الإنساني المؤلم في داريا في ظل حصار محكم تنفذه قوات الأسد منذ 4 سنوات تمنع فيه دخول الطعام وقوافل المساعدة الطبية، ما دفع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا بالتعهد بإسقاط المساعدات جوا للمناطق المحاصرة بدءا من الأول من يونيو. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يكرر دعوته لكل أطراف النزاع في سوريا للامتناع عن مهاجمة المدنيين والتقيد باتفاق وقف الأعمال القتالية، ويطالب جميع الدول بالتحرك بشكل فوري وحاسم لإنهاء المأساة في سوريا. سوريا الآن بين فكي صراع بين قوات النظام والمعارضة من جهة، ومن ناحية أخرى إرهاب داعش الذي واصل تفجيراته التي حصدت أمس فقط أكثر من 150 قتيلا باستهداف مدينتي طرطوس وجبلة. شيرين مجدي، النهار اليوم.
وللتعليق معنا هاتفيا غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. يعني سيد غزوان، ماذا عن هذه الهدنة الجديدة المقترحة في الغوطة ومدن أخرى؟ كيف يمكن أن تنفذ هذه الهدنة؟ يعني استغرب الحقيقة أن يعلن عن مبادرة لهدنة في اللحظة اللي منذ ساعتين فقط استهدف الطيران الروسي مناطق خان العسل وكفرناها بريف حلب الغربي وعندان وكفر حمرة بريف حلب الشمالي، وأمس استهدف مناطق حندرات وكفر حمرة والليرمون بريف حلب، بالإضافة إلى مدينة معرض مصرين بريف الجن. يعني الروس الحقيقة انخرطوا في العمليات القتالية إلى جانب قوات النظام المجرم في سوريا ضد المدنيين في المقام الأول، وأشارت العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات حقوقية محترمة إلى ارتكاب الطيران الروسي لمجازر بحق مدنيين، وهي توصف كجرائم حرب. فبالتالي يعني العمل بدبلوماسية من جهة والعمل العسكري من جهة أخرى لن يحقق النتيجة المأمولة من قبل الروس وحليفهم بشار الأسد، لأنه لا يمكن لهذا الشعب الذي دفع ما يزيد عن 500,000 ضحية إلى الآن أن يرضخ لتلك السياسات. يعني العصا والجزرة لن تنفع مع الشعب السوري. هدنة الشعب السوري مع الهدنة، ونحن في جنيف أيدنا توسيع نطاق وقف العمليات العدائية وطالبنا السيد ديمستورا في هذا الكلام، لكن هدنة وبنفس الوقت قصف جوي تحت زعم أن هناك قوى إرهابية في هذا المكان أو ذاك، هذا الكلام غير مقبول لا في المنطق التفاوضي ولا في المنطق العسكري. نعم سيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في كلية الأداب. واستهدف هذا الهجوم حفلا للطلاب أقامه الحوثيون في مقر الكلية. ولا تزال العاصمة وعدة مناطق شمالي البلاد تحت سيطرة الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في صيف عام 2014. وفي مدينة عدن جنوبي اليمن انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الخط البحري دون وقوع إصابات. بعد يوم من رفض الحكومة الإسرائيلية استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين وفقا لمبادرة فرنسية، أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بالجهود الدبلوماسية الفرنسية لتجسيد السيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. الحمد الله جدد الإعراب عن التزام السلطة الفلسطينية الكامل والمطلق بالقرارات الدولية، مشددا على رغبة الفلسطينيين في إحلال السلام. وأضاف أن هناك 650,000 مستوطن إسرائيلي، ما يشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية. وأمام الكنيسة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد للبدء في تسوية سلمية مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكن نتنياهو أضاف أن نزع السلاح والاعتراف بيهودية الإسرائيل لن يكون شرطين مسبقين للبدء في المفاوضات مع الفلسطينيين، مشددا على أن هذه المفاوضات لن تكون بإملاءات دولية. Today we expanded our operations against Hamas and the other terrorist groups in Gaza. وفي المغرب استيقظ أهالي مدينة الدار البيضاء على دوي انفجار قوي بإحدى الفنادق ما تسبب في حالة من الذعر. وكشف العاملون بالفندق أن السبب الرئيسي هو انفجار سخان ضخم للماء، هذا وتسبب الانفجار في إصابة العديد من الأشخاص من بينهم 2 أصيب بجروح خطيرة، فضلا عن خسائر مادية لم يكشف عن حجمها بعد.
بدأت الشرطة اليونانية بإخلاء مخيم اللاجئين في إيدومين على الحدود مع مقدونيا بعد يوم واحد من إصدار السلطات أمر إخلاء المخيم العشوائي الذي يسكنه نحو 9000 لاجئ في ظروف صعبة. شارك في عملية الإخلاء 200 شرطي على الأقل مدعومين بنحو 20 آلية. ودعت قوات الأمن قبيل عملية الإخلاء اللاجئين إلى الصعود على متن الحافلات لنقلهم إلى مراكز إيواء مجاورة. وتوقعت السلطات أن تستمر عملية الإخلاء نحو 10 أيام على الأقل. أعلنت وزارة الخارجية الهندية حظر السفر إلى دولة ليبيا، وذلك في ضوء التهديدات الأمنية التي يواجهها الهنود داخل المدن الليبية. وأكدت الخارجية الهندية في بيان لها أنها اخترت سلطات الهجرة لاتخاذ الإجراءات الكافية لتنفيذ هذا القرار. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الهندية قد أعلنت ديسمبر الماضي إجلاء حوالي 3600 هندي من ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة بن علي يلدرم الذي حل محل أحمد داود أغلو في منصب رئيس الوزراء التركي. واحتفظ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو بمنصبه في التشكيلة الجديدة للحكومة. وكان الرئيس التركي كلف بن يلدرم بتشكيل حكومة جديدة للبلاد بعد انتخابه رئيسا جديدا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. انتخب مجلس خبراء القيادة في طهران آية الله المحافظ المتشدد أحمد جنتي لرئاسته. وحصل جنتي على أصوات 51 من أعضاء المجلس 88 الذين صوتوا، فيما حصل كل من آية الله إبراهيم أميني وآية الله محمود هاشمي شهرودي على 21 صوتا و13 صوتا على التوالي. وخاض الإصلاحيون والمعتدلون حملة لإعادة انتخاب آية الله أميني لقطع الطريق على آية الله جندي، لكنهما فشلا في تحقيق ذلك. قال ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الكرملين يراقب بقلق توسع نشاط حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي أن ذلك النشاط سيكون سببا لاتخاذ موسكو إجراءات وخطوات متتالية تضمن أمن روسيا وترد على توسع الناتو واقترابه من حدوده. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن قوات أمريكية قتلت الملا منصور زعيم حركة طالبان في غارة جوية مطلع الأسبوع، وذلك لمشاركته في تآمر شكل تهديدات محددة ووشيكة للقوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان. وقال البنتاغون إن الغارة نفذت بطائرة بدون طيار داخل الحدود الباكستانية مباشرة يوم السبت الماضي بموجب قواعد الاشتباك الأمريكية. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تسوية سلمية للخلافات الجغرافية في بحر الصين الجنوبي. وقال أوباما في كلمة ألقاها في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي إن الدولة أو الدول الكبرى لابد ألا تقوم بتخويف الدول الأصغر، مشددا على ضرورة تسوية الخلافات سلميا، في إشارة إلى الخلافات في بحر الصين الجنوبي وعدد من دول جنوب شرق آسيا. And independence of Vietnam. Ultimately, it's up to the Vietnamese people. رفضت هيلاري كلينتون الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية المشاركة في مناظرة أخيرة مع منافسها بيرني ساندرز والتي اقترحتها إحدى وسائل الإعلام الأمريكية. من جانبها أكدت مديرة دائرة التواصل لدى كلينتون أنه من الأفضل استثمار الوقت للاجتماع مباشرة بالناخبين في ولاية كاليفورنيا للتحضير لحملة الانتخابات العامة في 8 نوفمبر المقبل. It shouldn't surprise us that he has a very different take on all of this, because at a time when families are struggling to pay for childcare and so much else,
قتل 5 أشخاص اليوم كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت على جزيرة كاواي في هاواي الأمريكية، وذلك أثناء رحلة قفز بالمظلات. من جانبه صرح المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة مزودة بمحرك واحد تحطمت في ظروف غامضة، وأن النيران اشتعلت بها فور تحطمها. استقال وزير التخطيط البرازيلي روميرو جوكا أحد حلفاء الرئيس البرازيلي المؤقت من منصبه على خلفية فضيحة سياسية جديدة. وجاءت الاستقالة عقب تداول تسجيل صوتي منسوب لروميرو يتحدث فيه عن عرقلة التحقيقات في أكبر قضايا فساد شهدتها البلاد وتورطت فيها الشركة البرازيلية العملاقة للنفط. وقال جوكا إن كلامه الوارد في التسجيل اكتزئ من سياقه. واعتبرت الرئيسة المقالة ديلما روسيفا التسجيلات الصوتية تثبت أن محاكمتها تعتبر انقلابا سياسيا خطط له من أجل حماية الأسماء الكبرى المتورطة في فضيحة بتروبراس. Nem no Supremo Tribunal, nem no Ministério Público Federal, para tentar interferir em... أخبار الاقتصاد ولكن بعد فاصل قصير. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 35% في بداية تعاملات اليوم، كما صعد مؤشر EGX 70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8% ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 5%. هذا وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب إلى البيع. انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 بنسبة بلغت 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي. كما انخفض الدعم المقدم للكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وفي المقابل ارتفع دعم السلع التموينية من 37.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 41.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة. يضخ البنك المركزي اليوم في العطاء الدولاري الدوري نحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد دمج 3 عطاءات الأسبوعية في عطاء واحد فقط. من ناحية أخرى يكلف البنك حملته التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي إن أزمة نقص الزيت انتهت تماما، مشيرا إلى أن الزيت الموجود حاليا يكفي المصريين حتى يوم 31 من شهر أغسطس المقبل. وأضاف حنفي أن الوزارة تعمل على تطوير كروت التموين، مشيرا إلى أنه في فترة قصيرة استطاعت الوزارة عمل طاقات تخزينية تساوي طاقات 50 سنة الماضية. ورياضيا تستأنف اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري الممتاز بإقامة مباراتين، إذ يلتقي فريق بتروجيت نظيره غزل المحلة الهابط إلى دوري المظاليم في تمام الساعة 6:45 مساء. ويتطلع بتروجيت لتعويض إخفاقاته في الأسابيع الماضية، ويحتل الفريق البترولي المركز 10 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المحلة المركز الأخير في جدول الترتيب. وفي 8 مساء يستضيف الإنتاج الحربي وادي دجلة في مباراة صعبة، يسعى كل منهما لاقتناص نقاطها 3، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز 9 برصيد 39 نقطة،
ويسعون إلى تحقيق مركز متقدم في الترتيب. أما وادي دجلة أصحاب المركز الثالث برصيد 49 نقطة يسعون إلى مواصلة انتصاراتهم. وما زلنا مع الدوري الممتاز، حيث يستأنف الرابعة ونصف عصر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولين العرب غدا. وحصل لاعب الأهلي على راحة 48 ساعة عقب مواجهة روما الودية بالإمارات والتي فاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف باستاد هزاع بن زايد. ويعقد عماد متعب جلسة مع الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتحديد مصيره قبل نهاية الموسم الجاري. وقال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدير الفني الهولندي للفريق الأول لويس فان مشيرا إلى أن قرارا بشأن أو أن قرار بشأن ما سيخلفه سيصدر قريبا. ووجه النادي الأحمر الشكر إلى المدير الفني وجهازه على ما قدموه من عمل متميز خلال العامين الماضيين. وبدوره أعرب فان خال عن خيبة أمله من قرار إقالته. ومن المنتظر أن يعلن النادي المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يبرز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كمرشح أول لتولي الشياطين الحمر. حققت مباراة كرة القدم الماراثونية التي انطلقت الخميس الماضي في العاصمة التشيلية سانتياغو وانتهت مساء أمس رقما قياسيا. وبحسب وسائل إعلامية في تشيلي فإن عدد ساعات المباراة بلغت 120 ساعة متواصلة لتحتل لقب أطول مباراة في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بدلا من مباراة أدنبرا باسكتلندا التي لعبت في يوليو من العام الماضي وسجلت 105 ساعات وشارك في المباراة أكثر من 3000 لاعب من المحترفين والنظاميين. تحل اليوم الذكرى 44 على رحيل النجم الكوميدي الكبير إسماعيل ياسين الذي أثرى مكتبة السينما المصرية بتجارب كوميدية كثيرة. إسماعيل ياسين صاحب موهبة خاصة أهلته ليكون أسطورة جيله، إذ كان يقدم ما يقرب من 15 فيلما سينمائيا في العام الواحد. ومن أهم أفلامه العتبة الخضراء، المليونير، ابن حميدو وغيرها من الأعمال الكوميدية البارزة. وتوفي إسماعيل ياسين عن عمر يناهز 59 عاما. في محافظة الأقصر احتفل المئات من المواطنين بختام مولد سيدي أبي الحجاج الأقصري، وذلك في موكب ديني وموروث شعبي قديم توارثه أبناء الأقصر عن أسلافهم. المزيد عن ذلك المولد في سياق التقرير التالي. الله الله نسيم الوصل هب على الندامة. في مولد أبي الحجاج موروثات امتزجت فيها العادات المصرية القديمة ومعتقدات مختلف العصور التي مرت بوادي النيل، إرث لم تستطع مظاهر التطور والمدنية محوه من الذاكرة بل أضافت إليه. كل ذلك يظهر جليا في الكرنفال السنوي لمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري صاحب المقام الحجاج الأقصري صاحب المقام العالي بوسط المدينة. رجال ونساء، شيوخ وأطفال يعزفون سيمفونية تاريخية في مواكب يصلون فيها النهار بالليل. بالتحطيب والرقص على إيقاع الدفوف والأغاني الصعيدية يظهر مولد أبي الحجاج مجسدا لاحتفالات المصريين القدماء في عيدي الوادي وأبت في طيبة القديمة قبل 3000 عام،
عندما كان الفلاح يحتفل بموسم الحصاد وجني العنب. ومنذ الماضي السحيق لا تزال أصوات الموسيقى تنطلق من بين ساحات ومن وراء أعمدة معبد الكرنك الرحيب. كذلك هي الاحتفالات في موكب أبي الحجاج، حيث أبناء الأقصر وخصوصا شبابها يبتهجون باحثين عن فرصة للابتسام أو الضحك. تضيء لهم شمس أقصرهم المشرقة وتظللهم حضارتها القديمة. ختاما تذكير بأهم وأبرز العناوين. شيخ الأزهر يؤكد أن العولمة لا يمكن أن تكون حلا لعلاقات الطرابلس المتبادلة بين الشرق والغرب. السيسي يلتقي اليوم بوفد الصداقة بالبرلمان الفرنسي لتعزيز التعاون بين القاهرة وباريس. وفي معركة الفلوجة القوات العراقية تحرر قضاء الكرمة من قبضة داعش. انتهت نشرتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.